ونبقى في الجنوب وتحديدا الآن من محافظة معان بلدية الشرع. تبدأ بحل قضية الحي الغربي التنظيمية في المريغة، حيث طرحنا قبل 5 أشهر قضية سكان الحي الغربي في قضاء المريغة في محافظة معان مما وصفوه بتداعيات عدم الاهتمام بمطالبهم المتعلقة بالخدمات وفيما يخص تنظيم المنطقة اللي سكانها حوالي 80 منزلا. نستذكر القضية بالتقرير التالي. تعالت أصوات سكان الحي الغربي في قضاء المريغة في محافظة معان بما وصفوه بتداعيات عدم الاهتمام بمطالبهم المتعلقة بالخدمات وبما يخص تنظيم المنطقة التي يسكنها حوالي 80 منزلا. والله يا سيدي نعاني من كهرباء، خدمة، شوارع ما فيه، مية ما فيه، يعني عيالك إذا تروح على المخبز وده 2 كيلو 3 كيلو يمشي حتى يجيب ربع دينار الخبز. قال طلبنا البلدية، طلبنا ما خلينا من حي المكان، ما طلبنا ما حد يستجيب معنا. شوارع داخل الحي ما في، البيوت ما في عليها خدمة نهائية، مدارس ما في، كمان مدرسة ما في، عندنا أطفال يمشوا 2 كيلو الصبح والدنيا برد، ما في مدارس. إحنا من العام 2000 لغاية 2024 وإحنا نعاني من قلة الخدمات، سواء كهرباء أو مية أو شوارع أو مدارس. يعني أطفالنا يروحوا على المدارس قاعدين يمشوا 2 كيلو مشان يصلوا المدرسة. في فصل الشتاء بنعاني من الشوارع، ما في قلة شوارع على مستوى خدمات، الثلاجات عدم مأخذة، في ناس عنده مرضى، في ناس عنده بده علاج ما بتلاقي في ثلاجته علاج على مستوى يحط، لأنه في ناس تعاني من سكر، في ناس تعاني من أمراض مزمنة. الحكي هذا مش موجود، يعني الناس قاعدة مش لاقي لا كهرباء ولا مية، وإحنا في العام 24 كهرباء مي عندنا، مش واصلتنا كهرباء. 6 أعوام مضت من إصدار القرار من مجلس الوزراء بتمليك المواطنين وتنظيم المنطقة إلى أن سكان الحي ينتظرون تنفيذ مطالب طال الزمان على سماعها لأبسط حقوقهم. من محافظة معان، محمد المحتسب، رؤيا. إذن بعد طرح القضية عبر برنامج من هنا نبدأ، قامت بلدية الشرع بخطوات من أجل خدمة أهل المنطقة. نرحب عبر الهاتف بضيفنا المهندس عبد الله الركيبات وهو المدير التنفيذي لبلدية الشرع، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، يا مساء الخير، يا هلا. نعم، ممكن تحطنا بصورة يعني الخطوات من أجل حل هذه المشكلة وإلى أين وصلت؟ عزيزة وشي مساء الخير ويعطيك ألف عافية. زي ما تفضلتوا انتم بالتقرير انه في قرار رئاسة وزراء في من 6 سنوات. هاي القطع اراضي خزينة دولة، صدر فيها قرار في 2018 بتفويض دولمين لكل منزل مقام قبل التاريخ 16/9/2018. من تاريخه الاجراءات ماشية مع املاك الدولة لكن في بطء، وحكينا فيه قبل هيك. الان ان شاء الله انه وصلنا لمراحل متقدمة، لانه املاك الدولة حد علمي بلشوا يبعثوا رسائل على هواتف المواطنين المعنيين انه تراجع مديريه تسجيل اراضي معان لغايه استكمال الاجراءات. ان شاء الله احنا كبلديه مجرد استكمال اجراءات صدور مخططات اراضي فيها وتسويه القطع وتخصيص القطع لاصحابها، احنا ان شاء الله مباشره راح نباشر مع فلس الشريف لغايه ايصال الكهرباء، لانه في تكلفه راح تكون على المواطنين كبيره اذا على حسابهم. فالمشروع في الشريف ان شاء الله نتعاونوا معنا ويمشي المشروع ان شاء الله. وموضوع الشوارع وكذا مجرد ما ظهر فيها مخططات احنا ان شاء الله على استعداد ان ننفذها مباشره بعون الله ان شاء الله. نعم مهندس عبد الله، كم من الممكن ان يستغرق هذا وقتا؟ وايضا يعني انت ذكرت حضرتك المخصصات، واتوقع يجب ان يتعاون معكم ايضا مجلس المحافظه في ذلك. هسه مجلس المحافظه اكيد موضوع المدارس، هي الحياة هاي بعيده، صارت زي ما تفضل الاخوان في التقرير بحاجه لمدرسه، بحاجه لقاعات مناسبات، بحاجه لمسجد، بحاجه لخدمات كامله. اكيد راح يكون في تعاون مجلس المحافظه وان شاء الله ما بيقصروا وما راح يلتزموا، لكن توفير مخطط اراضي لها في البدايه يبين عليه الشوارع ويبين عليه وفلس الريف كمان للامانه راح يكونوا ان شاء الله متعاونين ومشكورين. لكن مجرد انه يحصل على كتاب ايصال خدمات، كل مواطن يحصل على كتاب من مديريه تسجيل اراضي معان او من اداره الاراضي والمساحه انه لا مانع من ايصال الخدمات اللي هي المياه والكهرباء
ومخطط اراضي للقطعه يبين حدود الشوارع. نعم، من المفترض مهندس عبد الله انه كل الموجودين يكونوا اكملوا هذه الاجراءات، يعني 80 منزل كاملا. يعني شوف، هي مجرد انه بلشوا في المعاملات، انه لو وصل، انا لغايه الان للبلديه ما وصلني ولا شيء، ولا وصلني كتاب رسمي من اداره الاراضي والمساحه، لكن احنا اتصال مع مواطنين انه في رسائل هاتفيه وصلتهم انه راجعوا ومشان يعمل التسويه ويكمل اجراءاته. لغايه الان ولا معامله للامانه، ولا معامله وصلت للبلديه انها مستوفيه الشروط يعني، لكن احنا جاهزين ان شاء الله، مجرد ما تصلنا اول معامله راح نبلش اجراءاتنا احنا. اي أول يعني أول. الحد الادنى ان تكون هناك كم من معامله جاهزه على الاقل؟ أساس الريف اتوقع تعليماتهم لغايه 5 منازل. يعني تمشي، هي قطعه واحده لغايه الان يعني، فمجرد لو 5 منازل راح تمشي المعامله مباشره في الريف. بالنسبه للشوارع والطرق، مجرد ما تظهر مخططاتهن احنا مباشره راح فعاليات البلديه نمسح نجهز الشوارع، وان شاء الله نضيفهن في اقرب وقت، يعني ان شاء الله انه يسر الامور في اقرب وقت نطرح عطاهم ان شاء الله. نعم، كل الشكر للمهندس عبد الله الركيبات المدير التنفيذي لبلديه الشرع.